قالت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا إن أكثر من 40% من البضائع المباعة على الإنترنت في الصين العام الماضي مزيفة أو من نوعية سيئة، وإن الشكاوى منها ارتفعت إلى 4 أضعاف عن السنة السابقة. وكانت الصين قد تعهدت في آذار مارس الماضي بتعزيز إجراءات الحماية للمتسوقين عبر الإنترنت الذين بلغت مشترياتهم العام الماضي 450 مليار دولار.